إيه. معانا المتنبئ الجوي علي المسلم من المركز الوطني للأرصاد. أخ علي السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. شحالك يا أخوي علي؟ خير الله يسلمك يا علي. المطر راح عنا يا علي، ما يانا شيء يا علي. إن شاء الله إن شاء الله يجي إن شاء ما الله. ما عندكم طريقة أنتم حين لا ترصدون الغيوم وترصدون الأرصاد وترصدون الرياح، ما عندكم طريقة تجيبونها صوبنا شوية؟ نجيبها صوبكم لا، بس ما عندنا طريقة نكسر شوية نزيد السحب هذه بطريقة الاستمطار. الاستمطار ننشط السحب شوية تكون موجودة، جيب لنا السحب واحنا ننشطها ولا يهمك. والله يا أخوي أنت جيب لنا السحب ونحن ننشطها. تفضل يا أخي علي تفضل. طبعا اليوم الطقس صحو بوجه عام مغمر بسبب وجود الرياح الشمالية الغربية النشطة خصوصا على البحر، والبحر اليوم مضطرب في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان، راح يصبح مضطرب إن شاء الله في هذا المساء أو عصر هذا اليوم. متوقعين تكون الرطوبة زايدة شوية، تزداد الرطوبة في الليل وصباح الباكر هذه على المناطق الداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق وقتها الداخلية. وقتها الحين أظني أي وقت الضباب. نعم يوم الجمعة إن شاء الله صحو وغائم جزئي بوجه عام، أيضا راح يكون رطب ليلا وصباح الباكر مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف. أما بالنسبة للرياح راح تكون شمالية غربية لكن معتدلة السرعة، والبحر في الخليج العربي متوسط مضطرب في البداية، يصبح متوسط الموج ظهرا وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. يوم السبت إن شاء الله الله يحقق آمالك ورجائك يكون غائم جزئيا خاصة على الشمال والشرق، شمال خاصة على شمال الدولة مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة في يوم السبت هذا. يوم السبت نعم نعم في الصباح إن شاء الله. الله عفوا بالليل راح يكون إذا في سقوط احتمال سقوط الأمطار إذا كان خفيفة، وبالليل بالليل لا وصباح الأحد بتوصل لين صباح الأحد ولين صباح الأحد الباكر يعني بداية راد. الصباح راح ينتهي إذا الله راد. نعم إذا الله راد. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى بتكون إلى نشطة وقوية على البحر مثيرة الغبار والأتربة. إذا قلنا قوية يعني راح يكون البحر في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب، يعني يوم السبت لا ننصح ارتياد البحر ابدا خصوصا في الخليج العربي ومضطرب ايضا في بحر عمان. نعم جزاك الله خير يا اخوي علي مسلم على التوضيح هذا، بارك الله فيك. ما قصر، مشكور جزيل الشكر للاستاذ علي المسلم المتنبئ الجوي بالمركز الوطني للارصاد، جزاك الله خير.